كان يرأسها اللاعب الكبير، الإطار الكبير، الفنان، الأستاذ رشيد ألواتي. تفضل معايا سير. نهضة، جمعية النهضة لكرة القدم. إذا أعطوني جمعية النهضة لكرة القدم، جمعية الميلاء، جمعية الشعلة برسالة، ونحيي هذا الفريق الذي كان يسافر لأجل المشاركة في هذا المونديالتو. كما نشجع ونتمم ايضا جمعيه الغديره اللي مشى لصرف بحالو حيت ما كاينش ترونسبور، كان كذلك كيجيو الوليدات في المركوب من النفقات هي الخاصه اللي يشاركوا في مونديالتو. تحيه لجمعيه الغديره. الشعله، اذا الشعله أنا الناس هاي محمد، أنا الناس الهوي، هذا بنان غني أدري. We'll be right back.